وزارة الدفاع استهدفتني استهداف خاص وشوهت لي سمعتي، وحبت تعمل لي معناتها الطلبات متاعي انا رجعتها معناتها اخذتها بطريقه اخرى هي اللي هي مش صحيحه، وانا نحب نثبتها للمجتمع المدني. طلبت بحق زوجي اللي هو قال ما هوش باش يردهونا بطل. اي نعم يا سي رشيد عمار، طاهر العياري بطل رغم عنك ورغم عن عبد الكريم الزبيدي ورغم عن كل من يتعرض لطاهر العياري. راني كي طلبت تكريم زوجي اثاروا علي المجتمع وقالوا راهي تحب على الفلوس. مش صحيح يا مجتمعنا ويا ابنائنا حرار. هذا مطلب تقدمت به بالتاريخ للسيد وزير رئيس الجمهوريه، واللي انا كنت باش نقابله واللي انا كنت باش نعطيه له في يده، وطلبت منه تكريم زوجي ما طلبتش منه فلوس. والسيد المنصف مرزوقي مازال موجود، نجموا يتصل به الاعلام ويسالوا. وهذه وثيقه اخرى تثبت اللي انا اتجهت لوزاره التربيه بمطلب مكتوب نطلب فيه تكريم زوجي باسم مدرسة تتحط على اللافتة على اسمها الشهيد العياري، ما طلبتش فلوس. واتجهت للسيد محمد عبو وقابلته شخصيا في مكتبه في الوزارة الأولى وطلبت منه تكريم زوجي فقط، ما طلبتش منه ماديات وما طلبتش منه فلوس. ومازال محمد عبو موجود وتنجموا الإعلام يتصل به ويشوف. هذي قابلت سي سمير ديلو في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وطلبت منه تكريم زوجي في يوم نهار 18 مايو. هذوما الكل نطلب فيهم باش يكرموا زوجي نهار 18 مايو، باش رشيد عمار ما ياكلش حق زوجي، باش التاريخ يكتب حق زوجي لأنه حقه في أمانة في كرومتي. قابلت سي سمير ديلو، قابلت السيدة الفاضلة أمينة الزغلامي وطلبت منها تكريم زوجي. هذايا بعد ما رفض عبد الكريم الزبيدي أربع مرات نتصل بوزارة الدفاع ويرفض باش يقابلني. أربع مرات مشيت لوزارة الدفاع، يا وزارة الدفاع أربع مرات نتصل بوزارة الدفاع باش يقابلني سي عبد الكريم الزبيدي، ولكن ما هبطش من عرشه. اتجهت للمجلس التأسيسي، للمجلس التأسيسي لنواب الشعب نهار 17 مايو، وقابلت على ما يقارب من 40 واحد من المجلس التأسيسي وموجودين وتنجموا تتصلوا بهم الكل. طالبة منهم دقيقة صمت في المجلس التأسيسي لذكرى وفاة زوجي. هذا المكتوب موجود هو وتنجموا الصحافة الكل تطلع عليه. توجهت لإذاعة موزاييك وقلت راني طالبة تكريم زوجي في موزاييك لحيال الذكرى متاعه. ما قلتش يا موزاييك راني نحب على فلوس التسجيل الموجود ونتنجم الصحافه الكل تطلع عليه. راني نحب نقول يا وزاره الدفاع راكم انت تتكلموا وتقولوا في الاعلام اللي انتم اعطيتوني حقوقي، حقوقي راهي بالحق وزاره الدفاع اعطتني، اما اش اعطتني وزاره الدفاع؟ عطاو نصور لكم الخمسه كوفرتات اللي جابتهم لي نتاع 10,000 ونصور لكم سبع سايك حليب وخيشه وسطل ومصلحه جابتهم لي وزاره الدفاع وباكو مو بدون جفال. راهي هذه إعانة وزارة الدفاع اللي اعطيتها لي، اللي تقول لها وزارة الدفاع عطتها، ما عطتنيش وزارة الدفاع. راهو زوجي اشترك في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي 40 سنة وراني خذوت حقوقي من وزارة من الصندوق القومي اللي هو زوجي اشترك فيه لتلت 40 سنة. راني خذيت 11,000 دينار اللي هم نقولوا بلغتنا احنا 11 مليون من التعاونية متاع الجيش اللي زوجي مشترك فيه لتلت 35 سنة. تعاونية الجيش زوجي مشترك فيها لثلث 35 سنة. ونزيد نضيف لكم اللي راهو نهار توفى زوجي اعطاتني جابت لي مرشدة اجتماعية من وزارة الدفاع 500 دينار ومعاهم 800 دينار بعثهم لي الفوج. راهي نهار اللي اعطاتني 11 مليون قصتهم، قالت لي هذاك الدين عليك احنا سلفناهم لك، خذيتهم. وراني انا عمري ما اتجهت لا لوزارة الدفاع ولا للصندوق القومي ولا لفينيعتو الشهريات وقلت لهم اعطوني شهرية ولا فلوس. للناطق الرسمي بوزارة الدفاع اللي راهو انا الشهرية اللي قلت عليها مش نطالب بها بالقانون، لان قلت تاخذ في 3 ملايين و3 وراهي حتى نحب نقول لوزارة الدفاع راهي كان من المفروض راهي امور شخصية راهي ما تتقالش في الاعلام. راهم اما انتم كي حبيتوا تشهروا وتردوا حكايه فلوس راهي ما تتقالش في الاعلام. راكم كي تقولوا حاجه كي هذه تطيح بقيمه وزاره الدفاع، وهذه اشرار شخصيه
أسرار شخصية. ما هيش ما طلبتش أنا، راني قلت ما عطونيش حقوق، حقوقي ناخذها بالقانون، ثم قانون نلتجأ له ناخذ به حقوقي. ما التجأتش أنا نطلب في حقوقي، حقوقي نعرف كيفاش ناخذها وعند رجال اللي تاخذها، مانيش نستعطى فيكم. اما كي تطلع في الاعلام يا السيد ناطق باسم وزاره الدفاع وتقول راهي مرت الشهيد، نعطوا فيها في جرايه قيمتها 3 ملايين و858 دينار، نحبك تعطيها لي لانك اعلنت عليها قدام الملأ وقلتها في القانون. انا مش نطالب بحقي هذا، انا راني نحب نقول لكم اللي انا نتقاضى من الصندوق القومي، مش من وزاره الدفاع، من الصندوق القومي للضمان للحيطه الحيطة والضمان الاجتماعي، اللي هو نعاود نقول راه منخرط فيه زوجي 40 سنة. نعاود نقول هذه راه مش مزية من وزارة الدفاع، ما تكرمتش عليا وزارة الدفاع ولا سير شيد عمار ولا عبد الكريم الزبيدي بعث لي شهرين، وكانت نجم كان عندها حاجة قاعدة تغايدت على خاطر أنا خذيت الفلوس، راه كان يعطوني تونس كاملة، ما تعوض ليش زوجي، ما يتباعش، راه ما عندوش ثمن زوجي يتباع به، ما عندوش مقابل، عطيته لي ونسكت، ما نسكتش لأنه كي تعطوني تونس كاملة، كي تعطوني العالم كامل، ما هوش مش يسكتني على حق زوجي، وما هوش مش يعوض لي زوجي، ما هوش يتباع بالثمن. فيق على وضعك. على خاطر هاي الشهرين ناخذ فيه، نحب الإعلام يصوره، ناخذ في 1,191,000 دينار من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. ها هي الشهرية، وناخذ في ماندا فيما قيمتها برتبة عقيد اللي ما قيمتها 1,388,000 دينار. هذه الشهرية اللي ناخذ فيه. حقي راهو ماهوش عطيته لي مزية، حقي. أنا الذكرى هذيك على قد ما هي ذكرى مشرفة على قد ما هي ذكرى أليمة برشا. هذيك كلمت عمي قلت له واش فما؟ قال لي راهو نجم يكون راهو سمعنا اللي ثم ضرب غاديكا، وقلت له أنا ما نصورش راهو صعيب برشا. طلبني صاحبي قال لي راهو سمعنا اللي بحكم هو عنده شكون عسكري غاديكا يقرب له يخدم في المنطقة هذيك، قال لي راهو سمعنا بكرة وتضرب. قلت له لاباس ولا مش لاباس؟ قال لي راهو تضرب في كرش وهزوا للسبيطار. توجهنا لوزارة الدفاع، كنا صد رهيب، قلنا ما تدخلوش وشكونكم، ما عندناش معلومات رسمية، يعني صد كبير برشا. وفي الآخر بكل ما واحد منهم قال لي برا دوروا معاهم شوفوا ما عندناش معلومات. دخلنا لوزارة الدفاع، قاعدين في السال دونت هي ولا السال داكور ما نعرفش شنو بالضبط، خذينا بطاقة التعريف نتاعنا، رانا ولاد كذا كذا، قلت لهم راني ولد كذا كذا، قال لي استنى ما عندناش معلومات رسمية. هذا والعباد العباد سامعة، العباد في بالها، وثم جيراننا كلمونا، وجيراننا في وسط الدار وسامعين وهذايا، ونحن قدامنا تلفزة في وزارة في وسط وزارة الدفاع، نقراو اللي عملية إرهابية في مدينة روحية، وراو سقوط ضابط برتبة كذا، وراو المساعد الثكنية، ونحن نعرفوا هذيك الخطة رتبة بابا، ونعرف اللي الخطة نتاعو، مثلا ما كان هو ديجا غاديك، حتىش ممكن ماضي ساعة، ولا حتىش ماضي ساعتين، باش تأكدت المعلومة. يعني العباد سمعت 9 متاع الصباح، عباد من فرنسا كلمت، وخويا من بلجيكا عباد سمعت، وهما ما كلمنا حتى حد. وقت اللي سي تاكدت يعني المعلومات والتليفونات، وتاكدت حتى في التلفزه قدامنا اللي تكتبوا وكتبوا الاسم واللقب، ونحن في وزاره الدفاع ما قالنا حتى حد، يعني اهمال فظيع. هبطنا كولونيل قالنا راهو دايم ربي وراهو وكفاح هذيك الطريقه اللي قلنا بها، هو متاثر مش متاثر هذيك ما يهمناش فيه. يعني قالنا راهو السيد رئيس اكين الجيوش معاكم ويواسيكم، وهي روحوا تو هذاك اش حب ربي، واصلا مش تردنا اصلا من الوزاره، يعني ما هبطش لوزير الدفاع، هبط الجنرال اللي كلمنا. كان جاي اهمال بعد 20 سنه ولا نقولوا هذه هي من الثواني والدقائق القولة، يعني الدقائق اللي يلزمها تكون يعني يلزمها غاديك المواساه. نحن رانا ننتميو لعائله عسكريه، هذه عائلتنا، هذا واحد من ولادهم، يعني نحن في الوقت هذاك ما عندنا حتى معلومه على هو وينه، يعني كيفاه تضرب لا حتى حد خسر مش قلنا. بدينا نسالوا في الضباط، نسالوا في عارفوا نكلموا، مره قلنا في القصرين، مره قلنا في مكثر، مره قلنا في الكيف، مره قلنا في توجيبوه لتونس، وين الجثة، وين الواحد، وين وجيبوه لنا الواحد، تم شيء. مع نص الليل وصلت الجثة، الواه الطباطئ هذا الكل الواحد، انه الشخص اللي جابها في الامبيلونس ضاع في الطريق، ما بعثوش مع حتى حد. تصور راجل يدور بها من الكيف، من القصرين، ما خسروا ساعة، كانوا نجموا يجيبوها في طيارة، هيليكوبتر في نص ساعة توصل. يعني جايبين تصوروا هذا انسان مات من 9 نتاع الصباح ولا من 8 وفي طقس سخون ويدوروا بها من بلاصه لبلاصه، وهذا راه كولونيل، هذا راه ضابط، هذا راهي ماهيش كان جات الدنيا دينا راه موتور يمشي قدامه، راه بروتوكول كامل. الصندوق اللي جا فيه صندوق مكسر. هل انا السؤال اللي تطرح لي هنا، هل الدوله التونسيه، هل وزاره الدفاع لا يمكن ان تؤبن لضابط برتبه عقيد صندوق؟
هذا صندوق بتاع يعني ما هل يعني ما عندهاش امكانيات، قالوا لنا عملناه واحد. هل وزاره الدفاع، هل الجمهوريه التونسيه اللي يمكنها ان تؤمن علم، العلم اللي جاء علم بالي، علم قديم يعني كما جاش علم تونس، راه واحد يقول غير لائق يعني، هذا شيء غير معقول، هذا شيء غير مقبول، وما نحبش نحب نعرف باش ينجموا يفسروه. هل الاهمال هذا باش ينجموا يفسروه؟ ما عندهمش علامات، يقولون لنا رانا مشينا نحن كان طلعنا فوق السطح رانا جبنا علم. يا سيدي ما تحطليش علم، ما تحطليش علم، ماكش قادر، ماكش قادر باش تعمل مسؤولياتك، ما تعملهاش. كلمني بالتليفون تنحذر، تغاضينا على الاهمال في 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 في, في المعلومه اللي ما جاتناش، تغاضينا على الاهمال في وسط وزاره الدفاع، تغاضينا على التقصير انه ما وصلتش المعلومه، تغاضينا على التقصير في انه يجيبوا الجثمان. هذا الكل في امل انه تقوم تشريفات في موكب الجنازه، وهذا حقنا. وباقي الاهمال والتقصير هذا شيء ما عادش تسكت عليه، ونحن سكتنا سكتنا ويعني قلنا باهي تو تجي الجنازه وتو تجي واحد يعني. وما راعنا انه مع سكوتنا تواصلت التقصيرات، تواصل الاهمال، انه ما خسر حتى شيء من البروتوكول العسكري ومن التشريفات العسكريه. انا يا اخي مانيش طالب منك باش تعمل مزيه. هل انتم لماذا لم تحترموا البروتوكول العسكري؟ لماذا لم تحترموا القانون؟ انتم ناس ما احترمتوش البروتوكول. البروتوكول يقول يخرج في عربه مجروره، ما عملتوهاش. البروتوكول يقول تسير الترقيه نتاعو، ما عملتوهاش. البروتوكول يقول تحطوا اوسمه نتاعو والتربوشه نتاعو والعلم، ما عملتوهاش. البروتوكول يقول ضابط سامي يتأبن بوزير، فما ادراك باول ضابط سامي في تاريخ الجمهوريه التونسيه واعلى رتبه عسكريه تسقط في ساحه الوراء. اين انتم من هذا كله؟ هذه مقصوده ومتعمده وفيها يعني كما نقولوا يعني ما حبوش يظهر الراجل هذا يعني، وهذا مقصود من رشيد عمار مباشرة، هذا من رشيد عمار مباشرة، ونأكد على الشيء هذا ونتصور يعني جاوبتك. هذوما الناس اسألوهم بقى يقول لهم ما احترمتوش القانون، كان فوق القانون فلتو حاسب، عندنا الحق باش نحاسبوك. واضح يعني، نتصور واضح، واني المواطن البسيط نجم يفهم الشيء هذا. كان فوق القانون فيقوا اللي راه صار الثورة في البلاد، ما عادش حتى حد فوق القانون، وين لم نحاسبكم نحن في التاريخ سيحاسبكم وستحاسبون. قد قدمت لكم هي ماهيش باش تدوم لكم. راه رشيد عمار الابن المدلل، الابن المدلل نعاودها، لانه اختار واصطفاه من كاف من جيش تونس باش يكون هو الرمز ليه. راهو رشيد عمار الرمز لبن علي، وراهو الذيل نتاع بن علي اللي بقى في وزاره الدفاع. وزاره الدفاع فيها ابطال وفيها رجال وفيها ناس اكفاء كما زوجي، وراهم مهضومين الحق، مهضومين الحق. منفضلكم يا شباب تونس ويا مجتمع ويا اللي تلوجوا على الحق، هاو الحق في الموجود. راهو كما يقيلوا 80 قاضي وقيلوهم اليوم، وكما قالوا 40 ضابط من وزارة الداخلية، وكما يقيلوا هذوكم لأنهم ينظفوا بالحق، أما ما نظفوش الجرثومة الكبيرة اللي بقات في وزارة الدفاع، الجرثومة اللي بقات تنحر في وزارة الدفاع. وزارة الدفاع ماهوش رشيد عمار، وزارة الدفاع ونسيد اللوم على السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، لومه ونقول كيفاش يسمح لكرامته، وكيفاش يسمح لوزارة سيادة باش يستعملها في إهانة زوجة شهيد. وزارة الدفاع كلها تسخرت لزوجة لأرملة شهيد، وزارة الدفاع اللي هي من المفروض ترفع لها راسها وسام شرف تنال وزارة الدفاع اللي عندها أبطال. هاتف فقط كان يكفينا، رانا معاكم، رانا ما نسيناش تاعك عياري يعني. حتى نحن نجم نوريك المطالب نتاع التكريم تاعنا، كي تقدمنا المطلب لمجلس التأسيسي، المطلب كان فيه دقيقة صمت. يعني ولينا نستجدي تكريما بدقيقة صمت، نستجدي تكريما بدقيقة صمت يعني. ودقيقة صمت هذه ما صارتش، وجاتنا معلومات انه بامر مباشر من رشيد عمار. وهي العقل هذا، ويعني وسكوا دخلوا في حتى في المجلس، هذا امر خطير جدا، هذا امر خطير. نحب ناكد على حاجه خطيره برشا، وهي كل ان يتحمل مسؤوليته يعني. النطق الرسمي باسم وزاره الدفاع في مجالس غير رسميه يعني يؤكد لنا ان هذا الكلام مجبر عليه، ان هذا الكلام مجبر عليه، واني ويجي بصفه كما نقولوا جبروتيه او تسلطيه باش يقولوا. وهذا ما هوش رايه، وما هوش راي الضباط. قبل تسكت بين الرئاسه وقالت انتم يجوني قصير، يجوني قصير باش تعزيكم. قلنا لهم يا اخي انتم ابوكم مات ولا احنا ابونا مات، نحن نجيكم قصير باش تعزيكم؟ هذا شرف فيكم باش تجيونا،
ما تحبوش تجيو بالسلامة. هذا عندنا منزل نحن متواضع في حي متواضع مرحبا بكم. ما تحبش تجي بالسلامة ما تجيكش قصير. كلمونا وجاو. في حضور باجي قائد السبسي، فؤاد المبازع، رشيد عمار، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، وزير الداخلية وقتها يظهر لي الحبيب السيد، حاسين هما حاضرين. رشيد عمار قال اني كل شيء قمنا به في اعلى مستوى رعاية الشهيد، وهذا مش صحيح. ونحن ديريكت ما قلنا للسيد فؤاد المبازع يا راهو كلام غلط، هذا جابوا لنا علم مقديم وصندوق مكسر وما قاموش بالترقية نتاعو. وكان السيد وزير الدفاع اللي هو توا يكذب باسم بالنطق الرسمي لوزير الدفاع، وكان رشيد عمار حاضرين ولم يكن لهم اعتراض على ذلك. فنحن وقتها يعني نحن نقولوا في الحق، نحن ماناش عملنا نحن بلي يعني شنو مصلحتنا في ناس عملوا معنا الواجب ونحن نكذبوا عليهم قدام رئيس الجمهوريه؟ فيش مصلحتنا؟ نحن نقولوا فيه يعني بحشمه كبيره قدام الناس. قال فؤاد المبازع بامر مني ستتم ترقيه طارق العياري، واني تنشر الترقيه في جميع وسائل الاعلام. اليوم ستقع ترقيتهم. وذاك اللي صار. من بعد يعني من بعد يخرج النطق الرسمي باسم وزاره الدفاع يقول لي رقيناه في 18 ماي، لا الترقيه اعلنت عليها من فؤاد المبازع في 19 ماي، وهذا سجل وزاره، وهذا يعني الصفحة الرسمية من الرائد الرسمي مؤرخ في 27 ماي. الترقية مؤرخة في 27 ماي مش في 18 ماي كما قالوا هما، مؤرخة في 27 ماي. وهذا كان اخويا انتم تكذبوا مش ورقتكم ولا حاجة، قولوا لكم قلتوا رقيناه. شوفوا التقصير والإهمال يا ناس وين وصل. هذه صفحة طاهر العياري، يعني ما قلتوا رقيناه نهار 18 ماي، هذا جانا نهار 24 جوان لم تتم الترقية. هذا سجل وزارة الدفاع، ما تمتش الترقية هكا برتبة قديمة. شوفوا التقصير والإهمال يا وزارة الدفاع، جاوبني على النقطة هذه. هناك هذه كتبوا ما كتبوش الحقيقة، وكتبوا معلومات، كتبوا اللي حبوا يكتبوه كهو، وكتبوا معلومات غالطة على باب. هذا ما غير معقول، هذا نحن سنحاسبكم على سنحاسبكم معلومات غالطة. هما أولا حبوا يستنقصوا من قيمته، ما كتبوش اللي هو أعلى رتبة عسكرية، وهذا يعني سجلهم يشهد عليهم، يشهد على تزويرهم هو السجل نتاعه. ما كتبوش اللي هو اول ضابط سامي في تاريخ الجمهوريه التونسيه باهي. وبابا عمره ما مشى للكونغو، انا ذي عمره ما مشى للكونغو، قال لك شارك ضمن القوات الامميه لحفظ السلام بالكونغو. وقتها مشى بابا للكونغو، ما مشى عمره مشى للكونغو. وهو شو كيف يعني تقليل من القيمه كما شارك ضمن القوات الامميه؟ لا، طاهر العياري مشى قائد قوات حفظ السلام للبعثة التونسية والبعثة الإفريقية في الاتحاد الإفريقي، هو القائد قوات حفظ السلام بالبوراندي مش بالكونغو، وهذا خطأ نحاسبكم عليه. أنا نترحم على جنرال سكيك، نترحم عليه، شرف في تونس الجنرال هذاك. جنرال سكيك هو كان مثال أعلى للطاهر العياري، كان الجنرال الوحيد اللي كان يعترف به طاهر العياري. نهار اللي شد سكيك ما نصور لكمش يعني الفرحة وقت على طاهر العياري، يعني قال هنا وفاة الظلمة بتاع طاهر العياري وان شاء الله نكون انا بعده. هكا قال بعد اربع شهور ويعني تعرفوا الناس كل جنرال سكيك يعني توفي في الحادثه الغامضه نتاع سقوط الطائره. يعني انت قلت لي جنرال سكيك، خويا انت جنرال سكيك حسب السجل نتاعك ماكش حاطه في 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 مع الشهداء، انت تتحاسب زاد على هذا. هذا انسان انت حاطه في الضباط الذين توفوا اثناء اداء الواجب، انت ماكش حاطه في صفحه الشهداء، انت هذه مسؤوليتك كيف كيف. وهذا نجمو هاو نجمو هذا ونجمو يعني امير اللواء عبد العزيز سكيك تفضلوا، هذا كيف كيف حيتحاسب عليه انت. هذا اخطاء، هذا يعني سجل يعني التقصير مع طاهر العياري يعني وصل حتى يعني قبلوا انهم يعملوا اخطاء كما هذه. هذه اخطاء فظيعه، هذه ما يعملهاش واحد في المكتب يا وزاره الدفاع. ما عندكش امكانيات، ما تنجمش تكتب انت كلمتين صحاح. احنا ما نضلناش طيبين منكم زي، اعطينا حقنا وبالسلامه. المفارقات المضحكة في وزارة الدفاع انه يقولوا انه طاهر العياري يعني كفء، وحتى حد ما يناقش كفاءته، وذو كفاءة كبيرة وكفاءة عالية وضابط ممتاز وعمره ما يشتكي، ومن بعد يقول لك نحن راه ما رقيناش وخاطر ثم اعداد ما تحصلش عليها. وعلى خاطر كيفاش ما رقيناش؟ شنو المفارقات؟ شنو الاعداد ما تحصلش عليها هو بالكفاءة هذه الكل؟ ولا صحيح ينجم يكون ثم حاجات انا متاكد بابا يجيب فيها مسفر على 20، وحاجات مهمة برشا في وزارة الدفاع كما القوادة كما التلحيص، هذا كل ما عندوش.
اجي غايب ما نجمش يعملوا، اجي غايب طالع عياري ما نجمش يقوت، طالع عياري يخدم لتونس، طالع عياري هذا حديث متاكد ان ربما ما عندوش فيها اعداد، ويعني ويوصل بهم يعني الهزائم اللي يقولوا طالع عياري ثم شيء ما تحصلش عليه، انه طالع عياري منذ سنه 99 اتم جميع مراحل التكوين العسكري. نحب نقول اللي راهو رشيد عمار هو العثره اللي في 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 ترقيات زوجي، وهو العثره في 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 احباط الضباط، وهو العثره اللي ما خلتش ضباط تونس تنتج، لانهم كل انسان باش يتكلم باش يقص له راسه كما نقولوا احنا، راهو حط اللي يكون في يخدم في الوزاره ويتكلم يمشي للصحراء، الصحراء راه ماهيش عقاب لانها على تحت هضرب تونس. راهو زوجي وقت اللي نقلوا رشيد عمار المكثر ولحقوا للتفقد المكثر، وكيف ما لقاش عليه حتى شيء اهانوا في مكثر، قالوا كان ما عجبتكش النقله هذه عندي وين ننقلك، وجاوا بزوجي قالوا ما دامني نخدم تحت علم تونس ما يقلقنيش. التقصير اللي صار في البروتوكولات نتاع الجنازه والتأبين نتاع الشهيد الله يرحمه نحلتها برشا عبيد، أما اللي برشا عبيد ما نجمش تفهمه هو علاش، شنو اللي يخلي وزارة الدفاع اللي هي مؤسسة كبيرة تقصر بطريقة على ما يبدو ولا حسب ما فهمنا منك مقصودة في تأبين وفي جنازة ضابط كبير سقط شهيد كما تحكي لي، شنو التفسير للشيء هذا؟ شنو اللي يخليهم يقصروا بطريقة مقصودة ربما في الشهيد هذا؟ شنو هي مصلحته؟ باهي انا نحب ناكد لي على كلامك، انت قلت لي طريقه مقصوده ربما، نحب ناكد لك هي طريقه مقصوده، بس هذه اجابه على سؤالك. والسؤال نتاعك انا ماذا بيا تطرحوا لهم، قول لهم شنو هي، واش عملتوا هكا فاستقولنا.